مشروع الناصرية هو أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني وحل أزمة الطاقة. العراق راح يصبح رقم مهم في مجال صناعة الغاز. يعني نسبق الزمن على مود ندشن معدات المشروع. فكانت كوادرنا الهندسية موجودة ضمن كل عملية فحص مصنعي. يعني احنا جاي نقفد هاي المعلومات وموقف اول باول لإدارة القطاع. اصبح التارجت اليوم للحكومة الحالية بانه الحرق يكون تو زيرو خلال عام 2028. تحت اشرافك كنا في جولة ميدانية لاستثمار غاز الناصرية والغراف، واليوم احنا في اللقاء المكتبي نبرز اهم اهداف هذا المشروع. استاذ منذر، فيما يخص مشروع الناصرية هو احد المشاريع الاستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني وحل ازمة الطاقة، وبالإضافة إلى ذلك هو أحد مشاريع البرنامج الحكومي لحكومة دولة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، وبمتابعة حثيثة ودقيقة من قبل معالي وزير النفط المحترم، وإشراف مباشر أيضا من جناب السيد المدير العام المهندس حمزة عبد الباقي ناصر. هذا المشروع يهدف لاستثمار الغاز الخام المصاحب لإنتاج النفط من حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، بواقع 130 مليون قدم مكعب قياسي من الغراف و70 مليون قدم مكعب قياسي من الناصرية. المشروع احنا ماضيين به بثلاث محاور. المحور الأول هو محور إنشاء وتشييد الخط الهوائي الناقل للقدرة الكهربائية المجهزة لموقع المشروع. الأوفر هيد لاين 132 كيلو فولت طول الخط بحدود 51 كيلومتر. هذا المحور نفذناه من خلال التعاقد مع وزارة الكهرباء بصيغة الاي بي سي، شركة عامة لنقل الطاقة المنطقة الجنوبية، وتم إنشاء الخط بالكامل وهو منجز، ويعني دشناه. وبعد ما كمل التدشين بقت عندنا فقرة واحدة فقط، من يكتمل المشروع اكو ربط مع الجسر الرابط اللي هو يقع بين الجي اي اس الكهربائيه محطه الكهرباء واخر نقطه بالخط الهوائي. الربط راح يكون هم مسؤوليه شركه العمل لنقل الطاقه الكهربائيه المنطقه الجنوبيه. بالاضافه لذلك تم التنسيق مع الاجهزه الامنيه اللي هي مديريه شرطه الطاقه اللواء السابع اللي ضمن واقع الناصريه بالمحافظه على حماية الخط بعد أن أنجزناه للفترة من تاريخ الإنجاز ولغاية دخول مشروعنا حيز العمل. نعم. تم تدشينه تدشين نهائي. نعم. يعتبر. نعم. منجز العمل. احنا هذا الملف خلينا نقول غلقناه يعني منجز. وزنه في وزنه ضمن المشروع يمثل لي بحدود 10%. أنا جاي تباعاً، هو المشروع قلت لك ثلاث محاور. نعم. هذا المحور وزنه بالمشروع 10%. المحور الثاني أكيد مخرجات المعامل لازم يتم تصريفها، منتجات المعامل. إحنا منتجات معامل معالجة وتصنيع الغاز ثلاث منتجات اللي هي الغاز الجاف والغاز السائل اللي هو غاز الطبخ والمكثفات. نعم. بالنسبة للغاز السائل يعني اكو عندنا نقطة ربط على الخط الاستراتيجي بال 16 بصرة ناصرية، وما يخص الغاز الجاف يتم الربط وتصريفه على الشبكة الوطنية على الانبوب 42 عقدة. بالنسبة للمكثفات حاليا بالوقت الحالي لبعد المشروع عن يعني منشآت التصدير اللي هي عندنا منشآت تصدير مالتنا بوم قصر، فراح نصرفها ابتداء على احد مراحل العزل بالتنسيق مع الاخوان في شركه نبوم. نعم. ايقار. استاذ منذر، حتى نوضح الى الغير متابعين الى القطاع النفطي يعني مو ذوي الاختصاص، هل. نعم. المكثفات راح تساهم بنقول تحسين النفط الخام مثلا؟ احنا ابتداء التفاهمات كانت مع شركه نبوم ايقار بانه نربطها على خزانات
الجريان. نعم. على النفط الخام. طبعا هي النفط الخام من تربط عليه المكثفات ويحسن الاي بي اي. لكن المنشآت اللي موجوده ضمن واقع شركه نفط ذيقار، كانت اكو تحفظات للاخوان بشركه نفط ذيقار، رادوا يحافظون على المنشآت باعتبار يعني بها نسبة تقادم معينة. فبالتالي احنا صارت اكو دراسة فنية وفق برامج الهندسة الكيميائية وبمشاركة الاخوان والمختصين من قبل، شكلنا فريق غاز الجنوب ومن شركة نفط ذيقار الاخوان هم في الانتاج تحت مظلة المختصين في وزارة النفط، وتم الاتفاق على تصريف على احد مراحل العزل ضمن واقع يعني شو اسمه هنا محطه عزل الناصريه. نعم. بالنسبه ضمن يعني نسب المكثفات من خلال دراسه المشروع بشكل عام استاذ منذر تحدد بنسب معينه يعني قد ما المشروع يدخل ان شاء الله الخدمه؟ يعني انت تحكي عن 6.6 ضمن المرحله الاولى متر مكعب، ويوصل الى 22 متر مكعب ساعة. نعم. أيضاً نريد أن نوضح أكثر. 200 طاقة 200. نعم. سام مدر الدراي غاز أو الغاز الجاف راح إن شاء الله يرفد الشبكة الوطنية طبعاً. اللي راح تسافر مع هذه المناطق اللي يعني نقول الناصرية مثلاً المناطق. أكيد إحنا الشبكة الوطنية إحنا نسلمها للخطوط. بعد الخطوط هي المسؤولة عن تصريفه. نعم. بس هو عادةً الغاز الجاف يستخدم مع وزارة الكهرباء ومع معامل ومنشآت وزارة الصناعة. نعم. ذات الصلة باستخدامات الغاز. نعم. الجاف. نرجع للأنابيب بس. نعم. حتى لن غادر هاي الفقرة. نعم. احنا الأنابيب قاعدنا قلت 4 أنواع من الأنابيب، أنبوب تصريف الغاز الجاف، وأنبوب تصريف المكثفات، وأنبوب تصريف الغاز السائل. نعم. وأنبوب الماء اللي يغذي المشروع، الأعمال الخدمية، لمنظومة السلامة والإطفاء. فالماي احنا نفذناه بكوادر شركتنا يعني بجهود ذاتية بشركة. أنبوب 4 عقدة طول 4 كيلومتر. وأنبوب الغاز الجاف أيضا نفذناه بملاكات الشركة اللي هو 16 عقدة 1.5 كيلومتر. فيما يخص أنبوب المكثفات اللي هو 6 عقدة طول 4 كيلومتر، وأنبوب الـ LPG اللي هو الغاز السائل اللي هو 8 عقدة طوله 27 كيلومتر اللي به معابر 2 يعبر نهر الفرات والنهر الثالث، جاي يتنفذ حاليا شركة المشاريع النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط العراقية. فنسبة الإنجاز بالأنابيب بموجب التعاقد وصلت إلى بحدود ما يقارب 86% على الأنبوبين، لأن هي مكتملات. وزن هذا المحور بالمشروع هو 15%. المتبقي لل 15% من الانجاز للانبوبين اللي تخص المكثفات وتخص الـ LPG مقترنة بمواد استيرادية، كان بها محورين. مواد استيرادية تخص الحماية الكاثودية، لأن تدري هاي الأنابيب مر مسافات طويلة بتعارضات مع أنابيب داخلة بحيز العمل، فحفاظا عليها من التآكل أكو منظومة حماية كاثودية حتى تحميها. وصلت مواد الحماية الكاثودية بالكامل وراح تباشر الشركة بنصبها. أكو بعض المواد الاستيرادية تخص أنبوب الـ LPG، أنبوب تصريف الغاز السائل، حسب توجيهات إدارة القطاع وللتعجيل بالموضوع تم التوجيه بأن تتعاقد شركة المشاريع النفطية مع شركة المعدات الهندسية باعتبار عندها جوين فنتشر مع أحد الشركات العالمية. التعاقدت وراح يتم التجهيز خلال 52 اسبوع اعتبارا من فتح الاعتماد المستند اللي هم جاي يرتبون الوضع. الحمايه الكاثوديه راح تكون من خلال غرف، لكن هل هناك حمايه من خلال سيطرات مثلا معينه بالتنسيق مع نقول شرطه حمايه الطاقه في ذيقار؟ نعم، احنا استاذ رياض احنا بموجب اصول التعاقد اذا نحكي عن المشروع كموقع. نعم. مسؤولية الحكومة العراقية هي حماية الموقع من الخارج حاليا ما دام هو يعني تحت التنفيذ، والمقاول مسؤول عن حماية المشروع من الداخل بموجب أحد الشركات الأمنية المعتمدة يعني مصرح لها من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى. حاليا احنا الأنابيب هي كلها أنابيب الغاز عادة بالتنفيذ هي أندرغراوند، يعني هي تحت الأرض بعمق 1.5 متر. بالتالي هذا واقع هاي منطقة المشروع هي يتم السيطرة عليها أمنيا من قبل أجهزتنا الأمنية المتمثلة
بمديريه شرطه الطاقه اللواء السابع والفوج اللي هو يعني معني بهذا الزون لمنطقه القطاع. نعم. احنا لاحظنا ايضا من خلال تواجدنا في الجولات الميدانيه استاذ منذر هناك متابعه من خلال اللجان الاشرافيه من قبلكم وكذلك زيارات ميدانيه جنابك، موقع بصراحه عملاق حسب مشاهدتنا له. نعم. هناك اعمال فوقيه جاءت تجرى حاليا، هناك نقول تجهيز القاعده الخاصه الى محطات الكبس اللي هي يمكن تقريبا 3 محطات كبس، فنتحدث عن هذا الموقع وكذلك عرفنا 6 شحنات وصلت في موقع الخزن والسابعه يمكن في طريقها، فنتحدث بهذا الجانب الثاني. بالضبط، هو بقى المحور الثالث. المحور الثالث هو منشآت المعالجه والتصنيع. احنا العقد هذا المحور وزنه 75% من المشروع. هذا العقد تم توقيعه مع شركة بيكر هيوز. بيكر هيوز عندها ذراعين تنفيذية بالعراق، شركة بيس سوليوشن أخذت على عاتقها تنفيذ الأعمال اللي سموها الأونشور اللي هي داخل البلد، والذراع الثاني هي نوفا بنيوني اللي موجودة في إيطاليا أخذت على عاتقها أعمال الأوفشور اللي هي خارج العراق. المعدات المشروع المقترنة بالأوفشور هي 7 شحنات وصلت من عندها، هي وصلت بالكامل يعني آخر شحنة وصلت في شهر السادس بدايته وخرجناها وصلت كل القطع للمشروع. بقت عندنا شحنة واحدة بسيطة، طبعا راح أعرج على الموضوع مال داخل العراق اللي هو الأنشور. وصلت المعدات في موقع المشروع وهي تخزن بمكان متفق عليه يعني مع المقاول بشكل أصولي. الأعمال الموقعية اللي جاي تجري هي من قبل شركة بيس سوليوشن مع مقاولها الثانوي اللي هي أحد الشركات اللي تشتغل ضمن نطاق يعني القطاع النفطي ولديها العديد من الفعاليات مع شركة غاز البصرة ومع شركة نفط البصرة وشركة غاز الجنوب اللي هي شركة البلاد. أكو بعض نطاق العمل، طبعا صيغة التعاقد مع شركة بيكر هيوز هي EBCC يعني Engineering اللي هي الهندسة والبركيورمنت التصنيع وتجهيز المعدات وConstruction اللي هي النصب والكوميشنينج والتشغيل ويسلمونها بعد يعني 72 تشغيل ناجح. الأعمال الموقعية كما شاهدتوها هسه احنا حاليا كانت عندنا اعمال طرق الركائز باعتبار التربه رخوه رجعنا للهيستوري مالت المنطقه لقيناها كانت يعني مسطحات مائيه سابقا يعني بالسنوات يعني الستينات والخمسينات يعني من جولته شفت انت منطقه القطيعه فبالتالي يعني بموجب التصاميم الهندسيه كانت تحتاج الى ركائز. شبه أنا كملنا أعمال الركاز، عندنا بعد أعداد قليلة جدا بموجب التصاميم، بعد ما تكتمل عملية الركاز يبلش هو بنصب الأساسات لنصب المعدات. وصلنا مراحل متقدمة، أكو تحديات، طبعا أكو تحديات محيطة بالموقع من العوائل اللي هي سبق كان أنه عندها عقود مع الزراعة مع عقارات الدولة وغيرها، عقود يعني وليس مالكين للأرض. لكن من مصلحتنا نحافظ على العلاقات الاجتماعية، احنا كوزارة نفط فحثينا المقاولين بانه يحافظون على العلاقات الاجتماعية، ولكن الحالات اللي هي تخرج عن المألوف اتخذنا بها اجراءات قانونية حازمة، لانه قلت لك هذا المشروع استراتيجي ما يتحمل تأخير باعتراض سين او صاد وكذا. بس الحمد لله والشكر ما وصلنا الى حالات يعني ممكن ان توقفنا وكذا، اكو بعض الحالات يعني تعترض العاملين تعترض كذا، لكن تم اجراء تفاهمات ومعالجتها بشكل سريع. وكان للواء السابع في ضمن مديرية شرطة الطاقة جهود استثنائية، وقائد العمليات الله يذكره بالخير كان سعد الفريق لكن سعد حربية في وقتها، وحاليا يعني جاي نحصل دعم من قيادة الشرطة واللواء آنف الذكر يعني بشكل أصولي ومتابع هذا الموضوع. احنا إذا نحكي عن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع وصلنا لغاية 30/6 69% من عموم المحاور. نعم كل المحاور الثلاثة 69%. أكو تحديات لدى المقاول منها مبررة ومنها من وجهة نظرنا غير مبررة. المبررة اللي دخلت بكوفيد طبعا هو المشروع
انتهت المدة التعاقدية ب 30/6 الشهر الماضي. المبرر احنا داعمين له، والغير مبرر يتحمل التبعات بموجب اصول التعاقد باعتبار العقد شريعة المتعاقدين. التحدي هو يبقى هسه احنا مو بصدد مبرر وغير مبرر، التحدي هو بمحطة الكهرباء الجايس، لكن احنا فنيا عندنا وجهة نظر مع المقاول حتى يبلش باعمال التدشين ويخلص اعمال الانستليشن ويدخل كذا، ممكن ان نتجاوز بعض الفقرات ويعني نسبق الزمن على مود ندشن معدات المشروع ضمن واقع كل منطقة. يعني راح يتقطع بموجب التصنيف الفني مناطق والى ان تدخل يعني تباعا هذا الموضوع. احنا نعرج على اهم نقطة، حاليا احنا الغاز شنو موقف غاز الجنوب من عنده؟ مشروع الناصرية استاذ رياض التزامات وزعتها وزارة النفط إدارة القطاع منذ عام 2018 من بلشنا بالمشروع. الالتزامات اللي تخص نفط ذي قار واضحة انه يسلمني الغاز الخام بي يعني بالباتري اللي متى نسميه بحدود مشروعي يعني. نعم. ومن هاي النقطة وفوق مسؤولية غاز الجنوب حتى يسلمني الغاز ضمن واقع الغراف، طبعا اكو مشغل حقل شركة بتروناس هي ماخذة واقع الغراف، بس احنا تعاملنا التزامات هاي ناخذها من شركة نفط ذي قار باعتبارها تشكيلات وزارة النفط. المرحلة الأولى احنا راح نشغل المعامل ب 67 يعني مليون قدم مكعب قياسي بواقع 37 من الغراف و30 من الناصرية. 37 وين احنا هسه من عندها؟ ال 37 نسبة الإنجاز حسب المتابعة ويا الإخوان كان من المقرر بأنه 37 تكون ردي جاهزة للاستلام ب 30/6 من الشهر الماضي. أكو عندهم تحديات، هو حتى يوصلني الغاز يتطلب من أبو نفط ذي قار اللي هو عن طريق مشغل الحقل باعتبار المسؤول عن الحقل حقل الغراف ينصب كابسة ووحدة تجفيف وأنبوب ناقل 20 عقدة 76 كيلومتر. نعم. فواصل 96% من هاي الفقرات الثلاثة. من المتوقع بأنه خلال شهرين هذا هم ما راح يحترق إذا كمل، راح يجهزنا ب20 وصولا لل 37 بنهاية السنة الحالية. هذا خارج السياق العام للمشروع اللي هو 200 قدم مكعب قياسي. لا لا هو ضمن الالتزامات، قلت لك احنا نشغل المشروع ب 67 ابتداء كمرحلة أولى. بعدين اكو مشاريع تخص نفط ذي قار حتى تصعد لي الطاقة توصل ليها 200. فهاي ال 37 راح تجي من عندها 20 خلال الشهرين القادمين ان شاء الله. و 37 تكمل كامل الكمية في نهاية العام الحالي. دعم الوزاري ما يخص استثمار الغاز في عموم العراق. ايضا منظومة نقول تجفيف الغاز وهي منظومة معقدة قياسا باستخراج النفط والى اخره، يعني اريد بس نوضح هذه الآلية الى المتابع. يعني طبعا صناعة الغاز صناعة خطرة وبنفس الوقت يعني معقدة. يعني دعم الوزارة غير منقطع النظير، اكو اجتماعات قيادية يعني برئاسة معالي وزير النفط السيد نائب رئيس مجلس وزراء شؤون الطاقة يعني في اغلب الاحيان، ومتابعة سيد وكيل الوزارة دكتور عزت لشؤون الغاز. يعني المشاريع الاستراتيجية اصبحت تارجت اليوم للحكومة الحالية بانه الحرق يكون تزيره خلال عام 2028. هدف الوزارة انهاء الحرب. فأنا أرجو هما من مؤسسة المربد الإعلامية بأنه يسلط الضوء على مشاريعنا الأخرى طبعا. فيما يخص عندنا مشروع استراتيجي حيوي لمجمع أرطاوي المركزي مع توتال. وهذا عقد شراكة، زين عقد مشاركة. لاستثمار المرحلة الأولى 300 مليون قدم مكعب قياسي وصولا إلى 300 أخرى يوصل 600 يعني مجموع. الحقول المستهدفة هي طوبة صبا الحيس وغرب القرن 2 ومجنون، وعندنا صيغة تعاقد أخرى بصيغة استثمار اللي هي من أحد شركات العراقية، صراحة هذا الأمر مفرح جدا، خلال الحكومة الحالية أيضا بنظام البوت اللي هو يبني ويشغل بعدين يملكه ويرجع ينقل الكياه
لاستثمار الغاز في ابن عمر بطاقة 150 مليون قدم مكعب قياسي وصولا لل 300 مرحلة ثانية. فأرجو تسليط الضوء أيضا عليها حتى يعلم يعني المشاهد والمستمع يعني وين وصل العراق. العراق راح يصبح رقم مهم في مجال صناعة الغاز. كذلك يعني احنا ماضين حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء وسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بالإعداد لنطاق عمل وإنشاء منصة لاستيراد الغاز الجاف. شفتوا يمكن خلال شهر السادس أيضا دولة رئيس الوزراء افتتح مشروع لمعالجة وتصنيع الغاز في محافظة ميسان الحلفاية، اللي هو راح يغذي محطات الكهرباء ضمن واقع محافظة ميسان بالغاز الجاف والمكثفات أعتقد تصرف على النفط الخام. وفيما يخص الـ LPG أيضا يبدأ التعامل وياه من شركة توزيع المنتجات النفطية لنقله للمواطنين. إذن أستاذ منذر، كيف ترى الكادر المحلي العراقي اللي عمل بهذه المشاريع يعني بشكل عام يعني في مشاريع الغاز؟ والله الكوادر الفنية حسب الليفلات من الكوادر الهندسية والكوادر الفنية الأخرى خريجين المعاهد صراحة تمسك لهم بشكل جيد وإدخالهم حيز العمل والمحافظة على تطوير مهاراتهم بشكل أصولي. تعرف أنت المنشآت معدات المنشآت جاي تصنع حاليا بالخارج تم تصنيعها، فكل الكوادر الهندسية حضرت الفحوصات المصنعية. احنا بأطر التعاقد مع المقاول بأنه هو يصنع ومن يصنع اكو ثيرد بارتي طرف ثالث شركات فاحصة معتمدة لدى وزارة النفط كانت تشرف على عمليات الفحص المصنعي وهي اللي تأيد بأنه هذا نجح بالفحص المصنعي وتصدر سيرتيفيكيت. فكانت كوادرنا الهندسية موجودة ضمن كل عملية فحص مصنعي حتى نطمئن على معداتنا وسلامة معداتنا. وبالنسبة لطريقة الوصول للمواد للمشروع أيضا عملنا جاهدين وكوادرنا يعني لا ننسى يعني ما ننساهم اللي هم المساندين الجهات الساندة اللي تشتغل خلف الكواليس لكوادرنا الهندسية ضمن نطاق الإخراج الجمركي ضمن نطاق الشؤون المالية ضمن نطاق القسم القانوني والجهات الرقابية بالشركة وكذا تسهيل كل المعوقات يعني ضمن واقع المنافذ الحدودية. الإخوان بالمنافذ الحدودية مشكورين أيضا يعني متخطين الروتين ونكران الذات ويعني صراحة أكو تضافر جهود أكو تفاهمات وهي يعني إحنا نقول بالمصطلح الاجتماعي العلاقات أساس كل شيء. أكيد. فبالتالي العلاقات الطيبة اللي تبنيها غاز الجنوب مع كل أصحاب المصلحة اللي تمر بيها أوراق المشروع أو معدات المشروع أو شأن المشروع بأي شكل من الأشكال كانت متعاونة جدا. وإحنا هذا يعني إحنا جاي نرفض هاي المعلومات وموقف أول بأول لإدارة القطاع بشكل شهري ونعلمهم يعني في حال أكو فتشي استثنائي أيضا طارئ أيضا نعلم عن طريق يعني وكيل الوزارة لشؤون الغاز الدكتور عزيز. أستاذ منذر أنا أعرف مشاكلك كثيرة جدا والبريد متأخر يعني فإحنا بعد نأخذ أكثر وقت حتى نتيح نقول الفرصة إلى تكمل عملك. فقط أي معلومة تحب توصلها من خلال المربد ما يخص منظومة الغاز بشكل عام يعني؟ تسلم بارك الله بك. إحنا قبل الختام أكرر شكري وتقديري لكم. هذا واجبنا الآن. باعتبار أنه أنتم تسلطون الضوء على مشاريع الحكومة الاستراتيجية وأهم الإنجازات تحت هذا النطاق. مو من باب الإعلام ومن باب التباهي وإنما هو إنصافا يعني للعاملين ضمن هذا النطاق في صناعة النفط وصناعة الغاز. هاي جنب الأخرى أود أن أنه سلطونا الضوء إعلاميا أيضا على مشاريع غاز الجنوب الاستراتيجية الأخرى إن شاء الله اللي هي اللي بعتي خضرة وهذا اللي هو قيد التنفيذ وتحت التنفيذ ومراحل الإنجاز هذا تم تغطيته إعلاميا. عندنا أيضا قلت لك هاي المشاريع اللي أنا فت الذكر سلطونا الضوء عليها حتى يعرف
خلينا نقول المهتم. مهتم يعني بآخر الأخبار وآخر المستجدات بهاي الموضوع. سادة منذر عبد الواحد شكرا جزيلا تحت هذه الفرصة وهذه المعلومات كذلك، نشوفك على خير. أهلاً. إن شاء الله نحضر حفل الافتتاح سويا إن شاء الله. إن شاء الله.